يا صباح الخير والهنا والسعادة. بصوا بقى، أنا النهاردة يعني حابة إن أنا كده أقول لكم على تجربتي. أنا امبارح خرجت، فقلت إن أنا كنت عايزة أتفرج على شوية حاجات كده في أيكيا، وبعدين اتفرجت عليها برضو ستيل. يعني تحسوا كده إن أيكيا طبعا ما عادش زي زمان، زي قبل كده، مش زمان قوي يعني، بس لما تروحي مش هتلاقي نفسك قادرة تشتري الحاجات اللي كنتي بتشتريها زمان أو كنتي عارفة توفريها قبل كده. فقلت ليه لأ ما انزلش أجرب قسم التخفيضات اللي موجود عندهم. قسم التخفيضات ده بجد يا جماعة أحيانا أحيانا بيبقى كنز، مش في كل الأوقات، فأنتي وحظك. يعني ممكن مرات تروحي تلاقي حاجات كويسة جدا وتعجبك قوي، وممكن تروحي تلاقي ما فيش حاجة، يعني ما فيش حاجة ممكن تاخديها أو الحاجة اللي هي ما تستاهلش. لكن هما لما بينزلوا في قسم التخفيضات بينزلوا حاجات ب50% وحاجات بتوصل ل70%، فبجد يعني لو انتي حظك كويس هتقدري تلاقي حاجات مناسبة جدا. فقلت اوريكم كده الحاجات اللي انا لقيتها في قسم التخفيضات هناك، حاجات عجبتني قوي، فقلت اشاركها معاكم برضو عشان لو حد حب برضو يروح ايه يتفرج. لكن عشان تبقوا عارفين الحاجات دي مش ثابته، فبتبقي انتي وحظك. بصوا، انا لقيت المفرش ده او الرانر او زي ما تسموه، بجد هو تحفه تحفه جدا. انا هحط لكم برضو هنا ايه الاسم بتاعه اهو، يا رب يكون واضح لكم كده. ده الاسم بتاعه، عشان لو عملتوا سيرش على الويب سايت خشوا شوفوا السعر الاصلي بتاعه. ده كان عليه 50% تخفيض. وبجد بصوا، يعني هو بيبقى ما فيهوش غلطة، تحفة، جميل جدا، تقيل قوي، بيدفي، وممكن كمان تحطيه. يعني هنغير الديكور بتاع الصالون هنا عندي، وهوريكم الشكل الجديد ان شاء الله. وممكن كمان تستعمليه كرانر على السرير نفسه، بيدي شكل حلو قوي وفخم للسرير. فلونه كمان اللون اللي هو الروز الهادي ده. الحاجات اللي بتنزل دي بتبقى يا اما الحاجات دي اوريدي كانت مقفولة في باك واتفتحت فبينزلوها، يا اما بيقول لك مثلا ان بيكون فيها ديفو بسيط. زي هنا مثلا هتلاقوا الحتة دي كده، زي ما تكون ايه الغرزة نفسها اتحركت من مكانها او اتنتشت، بس هي مش مقطوعة يعني السيل زي ما هي. فدي بالنسبة لي مش مشكلة اي مشكلة او موضوع خالص، يعني ما فيهاش اي حاجة مش باينة. وانا لو حبيت ان انا اربطها في الغرزة اللي جنبها هربطها كده ومش هتبان ولا هتتأثر، او لو سبتها زي ما هي برضو مش هتتأثر خالص. فبالنسبة لي دي ما كانتش مشكلة اي اهمية. بصوا، هو حجمه حلو جدا، هو تقريبا 130 × 170 سنتي، فاللي هو حجمه حلو قوي، فعشان كده بصراحة عجبني وجبته. وجبت كمان واحد تاني برضو هناك، بس دوت ما كانش فيه اي ديفو خالص، لكن ده كل مشكلته ان هو كان مفتوح من الكيسة بتاعته. فالحاجات اللي بتتفتح هما بينزلوها في السكشن بتاع التخفيضات، وده كان عليه نفس الحكاية برضو 50%. ده اقصر شوية اهو، بصوا ده لونه كده اوف وايت. وطبعا لما بيكون مفتوح من الكيسه بيبقى اكيد في الجزء مش نظيف، او مكان الايد او مكان الناس وهي بتتفرج او كده، او مكان العرض، فطبعا انت لازم بتغسليه كويس جدا في البيت. ده برده هنا كان اقصر شويه، ده الليبل بتاعه، ده الاسم بتاعه عشان لو عايزه تعملي سيرش على الويب سايت بتاعهم. وكان طوله 1.20 × 1.60 متر، فده اقصر شويه من التاني، بس برضو من الحاجات اللي بتدي شياكة قوي برضو على الركنة بتاعتك او في اوضه النوم. والحاجات بقى بجد الاتنين اللي خطفوا قلبي قوي هما الاتنين الكوشنز دول. انا من زمان كنت عايزة اجيب، انتوا عارفين الركنة عندي هنا لونها جراي، فكنت بحط فيها، يعني انا بحب اغير الكوشنز، بتغير قوي شكل الركنة، فكنت عايزة اغير شكل الكوشنز بقالي فترة. وقلت يعني ايه، انا نفسي اجيب اللون الايه اللي هو الاحمر، بس مش الاحمر الصريح قوي ده. فحسيت ان القماشة اللي هتديني اللون اللي انا محتاجاه هي القطيفة. ولما ما كنتش لاقية، سبحان الله، يعني وانا جايب الحاجات دي في نفس اليوم لقيت قدامي الكوشنز دي بتاعت ايكيا. بصوا لونها اللي هو الاحمر الداكن مع القماشة القطيفة، فبجد مدية تكتشر حلو قوي، فعجبتني برضو قوي. دي كده اهو، لو هتعملوا برضو سيرش عليها، ده كده كان الاسم بتاعها. المقاس كان في كام؟ كان 50 × 50، مش 45، 50 × 50، لان انا عندي الكوشنز نفسها مقاسها، في عندي مقاسات كبيرة وفي مقاسات صغيرة. بصوا
ما فيهاش اي حاجه، معروضه عندهم في الديسبلاي وبينزلوها في قسم التخفيضات اللي هو 50%. فبجد من الحاجات اللي عجبتني قوي. فبجد يا بنات يعني لو انتوا بتروحوا ايكيا يعني بانتظام، او انتوا قريبين من المكان، تقدروا كل مره تروحوا تشوفوا قسم التخفيضات اللي هناك، هتطلعوا منه بحاجات كويسه قوي، وبرده ستيل الكواليتي كويسه. بس خدي بالك برده في حاجات بيعرضوها بتكون فيها قطع ناقصه، فيها حاجه مكسوره، فبرده مش كل حاجه. لازم تبص على الحاجه كويس، لان انت وانس خدتيها مش بتبدليها ولا بترجعيها. وبرده هرجع واقول لك تاني انها بتبقى حظ، الحاجات دي مش متواجده على طول، فممكن تروحي ما تلاقيش اي حاجه، عشان ما تقوليش بس ان انت ممكن تروحي تلاقي حاجات كويسه جدا وممكن ما تلاقيش اي حاجه خالص. علشان كده انا ما قلتلكوش اسعار، لكن انت خشي على الويب سايت بتاعهم واتفرجي على السعر الاساسي بتاع الحاجات ديت، وشوفي هي بعد التخفيض طبعا هتعرفي هتبقى بكام. فاتمنى ان انا اكون فدتكم في النقطه دي بجد، لان طبعا انا عارفه ان الاسعار في ايكيا اختلفت كتير عن قبل كده. فعشان برضو ستيل نقدر نجدد في البيت ونجيب الحاجه اللي احنا محتاجينها، فادينا بنفيد بعض زي ما بنقول. وان شاء الله هفرش الحاجات دي بقى الفيديو ان شاء الله اللي هنفرش فيه سوا الحاجات ديت، وناخد كده جوله في الصالون والسفره. وزي ما انتوا شايفين على طول ما استنتش، فرشت الحاجات في الصالون عندي. وبجد لو جايبه حتى قطعه واحده والله بتفرق كتير في الشكل، وبتفرق كتير كمان في نفسيتك. فمن وقت للتاني ممكن تجددوا في البيت بحاجات بسيطه، حاجات قليله هتغير في الشكل كتير. وطبعا كمان وانا بفرش الحاجه كده اكتشفت بقى ان الدنيا عندي الترابيزات متبهدله تراب. انتوا عارفين اليومين اللي فاتوا كانوا رياح بتراب شديد، فعندي البيت اتبهدل بجد تراب جامد. فلما بقى وقلت فرصة ان انا اغير الديكور برضو بتاع الترابيزة، وبعد كده حبيت ان انا كده اعطر المفروشات عندي. الخطوة دي بجد مهمة قوي وبتفرق كتير. فلو عندك اي معطر للمفروشات، يعني في ناس مثلا بتستعمل اللي هي الزيوت العطرية، فانا ما كانش عندي، فبستعمل اللي هو ريحة الورد من Bath & Body Works. انا بصراحة بجيبه مخصوص علشان كده، لان انا مش بحب ريحة الورد كبادي سبلاش، لكن بجيبها مخصوص عشان المفروشات. وبجد لما بتيجي تقعد دي بقى كده بتحسي كأنك قاعدة مثلا في جنينة من ريحة الزهور، فبجد جميلة جدا وبتفرق كتير الخطوة دي، ما تستهونوش. وزي ما انتوا شايفين اكتفيت بالرانر التقيل اللي هو لونه روز كده. وقلت اسيب بقى الرانر التاني الابيض اغير بيه الديكور في وقت تاني، علشان ما يبقاش كتير قوي. فقلت ممكن احطه في جنب كده اللي عايز يتغطى، او يحطه على كتفه بالليل مثلا، بتحطيه في باسكت كده جنب الركنة، بيكون شكله شيك قوي. فبجد يا بنات عايز اعرف رأيكم في التعليقات في الديكور الجديد. حسيت ان هو غير كده شكل الصالون عندي، وفي بداية رمضان كده فحسيت بديكور مختلف، هو ديكور بسيط وهادي. فهستنى تعليقاتكم. بصوا عايزه اوريكم اوردر لسه جاي، وبصراحه مبسوطه قوي بالحاجه من كتر الريفيو الحلوه اللي عليها، بس انا لسه ما جربتوش. يعني بالنسبه لي الموزاريلا والحاجات ديت، فانا جبت شويه حاجات طبعا عشان الحشوات في رمضان. اكيد معظمكم سمع عن نوع الريف ونوع الاطباء، طبعا يعني في ناس شكرت قوي فيها، فانا قلت ان انا اجربها.
طبعا هو اللي انا فهمته ان المفروض ان هي خاليه من الزيوت المهدرجه، فعشان كده انا طلبتها من كتر ما الناس بتتكلم ان ما فيهاش زيوت مهدرجه، وهنا ده المفروض انها المكونات دي كل المكونات بتاعتها، فقلت برضو نجربها ونشوف برضو نظامها ايه. طيب هي الصفحة بتعمل ايه؟ الصفحة اللي انا طلبت منها دي بصراحة بتعمل عروض مختلفة، فالعرض اللي انا طلبته ده كان الموتزاريلا دي معاها كذا حاجة تانية. كانت الموتزاريلا دي تاخديه كيلو معاها نص كيلو شيدر مبشورة من نفس الماركة برضو، ومعاها نص كيلو جبنة او ميكس جبن زي ما هم مسمينه، ميكس جبن برضو ده نص كيلو، وكان كمان معاها موتزاريلا اللي هي المبشورة العادية نص كيلو كمان. يبقى كده دول اربعة. ولفة جلاش، واخر حاجة لفة السمبوسة، وده اللي خلاني جبت العرض ده علشان السمبوسة، علشان رمضان، وعشان نعملها مع بعض بحشوات مختلفة وهنستخدم فيها ميكس الجبن والموتزاريلا، فالحاجات دي بجد أساسية. فأنا جبت العرض ده كله. العرض ده اتكلف 200 جنيه، هو عبارة عن 2 4 6، هما 6 قطع. فالموتزاريلا لوحدها لو عايز اشتريها موجودة لوحدها، تقريبا بيبيعوا منها الكيلو ب85 جنيه. كده باخد بقى كل الجبنه الموتزاريلا وبقسمها على اكياس على قد الطبخه، ده بتسهل كتير قوي يا جماعه، علشان خاطر ناخد منها على طول نعمل لها دي فروست وعلى قد الاكله بتاعتنا، فخطوه مهمه قوي لازم تعمليها. وهنا كنت بسمع بقى محاضرة كل فترة للتانية، كده بحب أسمع محاضرة عن النفس البشرية، الطاقة الإيجابية، إزاي الإنسان يقدر يتغلب على المشاكل اللي بتواجهه في حياته للوقت، إزاي يقدر يعدي فترة صعبة في حياته. فبجد هي كانت بتتكلم عن إن إزاي إحنا بقينا overloaded في الفترة الأخيرة. على قد ما السوشيال ميديا ليها مميزات، هي كمان ليها عيوب، خلتنا قادرين نطلع على كل حاجة وإحنا قاعدين في مكاننا، فبقى الإنسان عارف الأخبار اللي بتحصل في بلده وفي البلاد اللي جنب بلده وفي اللي في اخر العالم، وبقى الانسان مضغوط جدا، عايش حياه كلها ضغوط وصعوبات. فبجد يعني لازم نهون على نفسنا، الفكرة مش مطلوب مننا نبقى عارفين كل ده. الناس زمان كانت كل الأحداث دي بتحصل وبتتكرر، بس الناس زمان ما كانتش تعرف كل ده، فكانت عايشة حياة أبسط وهادية. فبجد يعني نخفف على نفسنا ونهون على نفسنا. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.